الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. الجمعة لها سنة بعدية وليس لها سنة قبلية، فقبل الجمعة للمسلم أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى، بل هو السنة وهو المستحب، وعليه فعل السلف أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا ما دخلوا المسجد صلوا ما كتب لهم من الصلاة حتى يخرج الإمام. ولا شك أن هذا هو الأفضل، وهذه سنة تغيب على كثير من الناس، فالانشغال بالصلاة قبل خروج الإمام أفضل من غيره من بقية الأعمال، حتى أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت، نعم. ولكن كما ذكر أهل العلم أن المفضول قد يكون أفضل من الفاضل بالنسبة للشخص وليس في العمل نفسه، فالعمل الصلاة حتى يخرج الإمام أفضل، ولكن قد يكون للشخص بعينه قد تكون قراءة القرآن أفضل بالنسبة له لحضور قلبه. والأفضل للمسلم أن يجمع بين الأمرين، أن يقرأ القرآن في الصلاة حتى يخرج الإمام ويصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له، وإن تعب مثلا يستريح قليلا ثم يقوم ويصلي، فهذا هو الأفضل. أما بعد الجمعة فوردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي جاءت في هذا، وسنبين كلام أهل العلم فيما يتعلق بالسنة البعدية لصلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجمعة. وفي حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. فهنا هذه الحديث التي جاءت في السنة البعدية بعد صلاة الجمعة، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وجاء في الحديث الآخر حديث ابن عمر أيضا التخصيص أنه كان يصليها في بيته. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فما هي السنة البعدية بعد الجمعة؟ هل هي ركعتان أم أربع ركعات؟ عندنا الآن فعل النبي وقول النبي، أيهما يقدم، الفعل أو القول؟ الذي يقدم القول، وذلك لأن الفعل قد يكون لخصوصية، وقد يعتري الفعل أمور أخرى، لكن القول هو المقدم، وهذا هو القول الصحيح عند أهل العلم، أن القول مقدم على الفعل. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر الله المحرم، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر الله المحرم، ثبت أنه صام شهر شعبان. فهنا في صيام شهر الله المحرم نقول هو أفضل أم شهر شعبان؟ نقول صيام شهر الله المحرم هو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقدم القول على الفعل حتى في الأفضلية، وذلك كما ذكرنا أن الفعل قد يعتري ما يعتري من الخصوصية وغير ذلك. فهنا في هذه المسألة: ما هي سنة الجمعة البعدية؟ اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في هذه المسألة، أيهما يعني أيهما هو السنة بعد صلاة الجمعة، هل هو ركعتان أو أربع ركعات أو ست ركعات أو باختلاف الأحوال. فالقول الأول أن السنة البعدية هي أربع ركعات، تقديما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
وهذا هو قول أكثر الفقهاء أن السنة البعدية أن السنة البعدية هي 4 ركعات مطلقا، سواء صلاها في المسجد أو صلاها في البيت، وذلك لأنهم قالوا القول المقدم، وأن هنا زيادة. النبي كان يصلي 2 ركعات في حديث ابن عمر، لكن هنا زيادة قال 4، فتقدم الزيادة. وهذا هو كما ذكرنا قول أكثر أهل العلم، وأكثر الفقهاء على هذا القول أنه صلى بعد الجمعة 4 ركعات سواء في المسجد أو في البيت. والقول الثاني في المسألة أنه بالتأخير، إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى 2 جمعا بين الأحاديث، وهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى 2 جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه يصلي 2، أنه يصلي 2 لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الرابع في المسألة هو أنه يختلف باختلاف حاله، إن صلاها في المسجد فيصليها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2 جمعا بين الأحاديث. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة أن السنة البعدية بعد صلاة الجمعة إن صلاها في المسجد يصليها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 2 في البيت. والقول الخامس جمعوا بين الحديثين فقال يصلي 6، يصلي 4 في المسجد و2 في البيت، فيصلي 6 ركعات جمعا بين الحديث. والقول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن السنة في صلاة الجمعة البعدية هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه إن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلاها 2، وهذا أقرب الجمع بين هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن صلاها 4 أو صلاها 2 أو صلى 6، الأمر في هذا واسع، ولكن هذا من باب الترجيح بين الأدلة والجمع بينها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.